اهلا بكم مشاهدينا الفاستافير، رجعنا لكم في لقاء جديد. اليوم غنتحدثوا على الوضعيه التي يعيشها مجال الصحافه والاعلام في المغرب. معنا ومعكم اليوم السيد محمد الصغير بصفته عضو في المنظمه المغربيه لحقوق الانسان وفاعل جمعوي ومختص ومهتم بالمجال والقطاع ديال الصحافه. اهلا بك سي محمد. شكرا استاذه شيماء، انا سعيد جدا بتواجد ديالي اليوم معكم. أشكر المهدي، كذلك أشكر الطاقم الصحفي ديال أنفاس بريس وديال الوطن الآن. ممكن نشكر الأستاذ سي عبد الرحيم هريري مدير النشر والصديق العزيز يعني الذي له باع طويل يعني في العمل الصحفي. بما أننا حنا كندويو على الإعلام، فأولا بغينا نعرفوا شنو تقييمك للوضعية الحالية اللي كيعيشها القطاع ديال الإعلام في المغرب؟ فالإعلام في المغرب يعني ما يمكنش لينا يعني نفرزوه على باقي القطاعات اللي كاينة في المغرب، لقطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الشغل، قطاع يعني عدة قطاعات. في الحقيقة يعني فقطاع التعليم يعيش قطاع الإعلام والصحافة يعني يعيش بعض المشاكل اللي يعني هي مشاكل عندها علاقة بالصحفيين، عندها علاقة يعني بحقوق ديال الصحفيين، عندها كذلك علاقة بالواجبات ديال الصحفيين. ف يعني الصحافة كما نعلم يعني هي سيف ذو حدين، يعني هاد الأداة هذه إلا ما كناش يعني نحسنوا يعني الاستعمال ديالها فبالتالي يعني غادي ترجع علينا احنا بالأذى. فالصحفي يعني هو مسؤول عن الكلمة. أنا يعني كنتكلم على الصحفي ملي كانت الصحافة الورقية يعني عندها الحضور الوازن ديالها في الـ في الـ في المشهد المغربي بشكل عام. الآن الصحافة الإلكترونية يعني أصبحت يعني مفتوحة على العديد يعني من بين قوسين الا بغينا نقولوا الدخلاء على المهنه ديال الصحافه، المهنه النبيله. ف احنا ما كنعمموش بطبيعه الحال، بطبيعه الحال لا نعمم، يعني انا كنقول الكلام ديالي بشكل مسؤول وبشكل موزون. يعني هناك نخبه من الصحفيين والصحفيات يعني الذين يفتخر بهم المغرب، يعني سواء على المستوى الوطني او سواء على المستوى الدولي، يعني صحفيين اللي كانوا في الزمن ديال الصحافه الورقيه. بين قوسين انا من الناس اللي مارسوا يعني الصحافه الورقيه في اواسط التسعينيات، وكنتذكر يعني كانت عندنا واحد الدوره تكوينيه اعتقد في 98، وكان واحد الاستاذ جامعي وفي نفس الوقت كان كيكتب مقالات صحفيه باللغه الفرنسيه الله يرحمه. يعني مرة قال لنا يعني مقالة من 6 أسطر ممكن أنها يعني بهذه العبارة أنها يعني تريب قبيلة. وأنا في ذاك الوقت يعني في 98 كنت يالله يعني العهد ديالي بالصحافة والإعلام وداك الشيء، يعني بقيت كنتسائل أو كيفاش يعني فقرة فيها 6 أسطر ممكن أنها تخلق، ولكن مع المدة سي محمد بعيدا عن فقرة في 6 أسطر ممكن كلمة دابا انها تكون عندها واحد الوزن صحيح بسبب مشاكل. هذا هو اللي بغيت نجي بالضبط. يعني الله يرحمه هذا الاستاذ هذا. يعني الان يعني مع الممارسة اللي كنكتبوا بشكل يومي يعني كنكتب كنحط الكلمة وكنعرف المعنى ديالها اشنو غادي تخلف. ف يعني هذيك المقالة اللي قال لنا ذاك الأستاذ الله يرحمه كانت يعني كتكلم على الشيخات في واحد القبيلة من قبائل الشاوية، وهذاك المقال يعني أحدث ضجة كبيرة
وسط يعني القبيل. كان عنده واحد الوقع وقع كبير جدا. فبالنسبه لهذه الاشكاليات اللي دويتي عليها ديال اللي كيعاني منها القطاع ديال الصحافه الان فما كتشوفش انها كلها مرتبطه باخلاقيات المهنه، يعني مرتبطه بالالتزام او عدم الالتزام باخلاقيات المهنه طبيعه الحال، لان يعني الا ما كاينش اخلاق ما كاين والو. يعني ماشي غير في القطاع ديال الصحافه، ماشي غير في يعني في جميع المجالات، اذا لم تكن هناك اخلاق يعني العمل كيكون عمل دون المستوى. فالاخلاق هي واحد الوازع، هي واحد اش غادي نقولوا، هي واحد واحد الفرمله يعني كتخلي الانسان يعني هي واحد الكابح كتخلي الانسان يعني قبل ما يكتب واحد الكلمه يعرف يعني مدى الوقع ديالها، وبالتالي يعني كيختار وينتقي الكلمات التي من الممكن ان تخلق يعني مشاكل كبيره تعود عليه بالضرر وكذلك بالنسبه للطرف الاخر. وبالنسبه لواحد الظاهره اللي ولات دابا يعني ولات حاضره في المجال ديال الاعلام اللي هي البوز، علاش تحول الصحفي من باحث على المعلومه باش يقدمها للمتلقي، لان هذه هو الوظيفه ديال الصحافي، الباحث على البوز. حنا ما كنعموش عاوتاني، ولكن مجموعه من المنابر ومجموعه من الصحفيين اللي خداو هذا الاتجاه اللي ولاو عوض ما يبحثوا على المعلومه ولاو كيبحثوا على البوز اكثر من المعلومه. فباش نفسروا هذا صحيح، انا كيف ما قلت لك من قبل يعني الفضل يرجع الى مارك زوكربيرغ. هذا الشخص هذا يعني هذا الشاب هذا يعني اللي عامل على دمقرطة التواصل، يعني أي واحد بالاستطاعة ديالو الآن باش يتواصل، يعني مواطن يعني في 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 أعالي جبال ممكن أنه يتواصل مع وزير، يعني يشكي لي بالمشاكل اللي كيعاني منها، يعني هذه المسألة اللي ما كانتش سابقا. ولكن حنا في المغرب بالخصوص يعني لم نلتقط الرسالة ديال زوكربيرغ يعني بشكل لائق وبشكل صحيح وبشكل يعني اللي يكون فيها نفع للطرفين، يعني خدينا الجانب السلبي اكثر من الايجابي. صح، فعوض من دابا الان يعني فيما يخص الصحفي، الصحفي يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الخبر الصحيح ويتحرى، يعني قبل ما يحط واحد الخبر كيتحرى كيرجع للمصادر ديالو. الصحفي بطبيعه الحال عنده عده مصادر، قبل ما كيكتب واحد المقاله كيتحرى في الخبر، كيسول هذا كيسول هذا كيسول هذا الى اخره، ثم كيسير الخبر. دابا الان كاين ما يسمى بالسبق الصحفي، يعني بالنسبه للصحافه الالكترونيه الان يعني خصوصا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المباشر في اللايف، يعني اي حاجه كل ما هب ودب كيدوز، وهذا كيضر يعني كيضر بالصحافه، كيضر بالصحافه وكيضر يعني بالقطاع ككل. يعني واحد صحفي او صحفيه معروف على انه نزيه، معروف على انه ذو مصداقيه، فكيجي واحد اخر يدعي انه صحفي او تدعي انها صحفيه وكتنقل واحد الخبر خاطئ، طبيعه كما تنقولوا بين قوسين حوته كتخلي الشواري. يعني هاد المثال هذا شويه يعني مضر بالجسم الصحفي، ولهذا يعني خاص المجلس الوطني للصحافه يعني في الولايه المقبله ديالو يعني خصهم يعني ياخذوا اجراءات صارمه يعني في حق واحد المجموعه ديال الذين يدعون المتطفلين على العمل الصحفي. فالصحافه هي مهنه نبيله ومهنه شريفه جدا، يعني اي قطاع من القطاعات لا بد من الاعلام. قلتي بان مسؤوليه تقع على عاتق المجلس الوطني للصحافه، فعلا هي تقع على عاتق المجلس الوطني للصحافه، هذا يعني المجلس اللي كيقول هذه القضيه انه هو جا باش يضبط العمل الصحفي. صحيح، ولكن واش الصحفي ما عندوش دور؟
يعني لان مهني الصحافه الدور ديالهم كنشوف او يعني مجموعه من الناس موافقه مجموعه ديال الناس في هو العمل ديالو هو اللي خاصو يحكم راسو براسو يعني صحيح. او انه يقتدي بداكشي اللي درس وداكشي اللي تكون عليه. ومن اول الحويجات اللي كنتكونوا اليوم في العمل الصحفي هو اننا نراعيو اخلاقيه المهنه. فهذا الشيء اللي ما بقيناش كنشوفوه حاليا يعني. يعني من المهم ان الصحفي هو اللي يضبط راسو براسو. صحيح، متفق معك استاذه شيماء. يعني واحد المثل كنقولوه حنا بالدارجه كيقول لك شويه من الحنه وشويه من رطوبه يدين العروسه. هذا مثال تيقولوه يعني فالعروسه يعني يجب يديها تكون رطيبه وداك الشيء، والحنه كذلك. فبالنسبه للمجلس الوطني للصحافه يعني فعلا يتحمل المسؤوليه، يتحمل يعني نسبه كبيره يعني في 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 ما هو واقع داخل المشهد الاعلامي في في في, في المغرب. كذلك بالنسبه للصحفي، انا في الراي ديالي يعني انسان اللي ما مربيش في دارهم كيفاش بغيتي يكون مربي في, في 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 يعني في واحد في واحد المهنه من المهن. يعني بصراحه يعني الانسان اللي كيكون مخلق يعني لان التربيه كتلعب دور، التربيه يعني كتلعب دور مهم في الحياه ديال الانسان. وفي الاخير بما انك انت عضو في المنظمه ديال حقوق الانسان، فكنشوفوا بان مجموعه ديال الحويجات اللي كيديروها بعض الصحفيين بحال مثلا انهم يخوضوا في الحياه الخاصه الاشخاص، التشهير، يعني مجموعه من الممارسات اللي تتعارض مع الحقوق ديال الانسان وداك الشيء اللي كيضمنوا ليه كيضمنوه مضمون للانسان كحق، يعني من الحق ديالك انك ما يشهرش بك شي واحد. صحيح. فهنا كيفاش اننا نقدروا نخفوا من الواقع ديال هاد الممارسات هذه على الحياه ديال الانسان؟ هو في يعني في الواقع يعني الخصوصيه ديال الانسان يعني خاصها تبقى خصوصيه محترمه. يعني ما يمكنش لاي واحد يعني يدخل في الحياه الشخصيه ديال يعني حتى لو كان صحفي. حتى لو كان صحفي، لان كاين المجلس ديال حمايه المعطيات الشخصيه، يعني هو كيلعب دور كبير في هذا الجانب هذا. وكل واحد يعني كان متضرر يلجا الى هذه الهيئه لانصافه. اذا فالمسؤولين هما يعني تنبؤوا لهذه الاشياء، يعني الى بغينا نقولوا كان عندهم واحد سبق على مستوى المشاكل اللي ممكن انها تطرا. وفعلا فهاد الهيئه يعني تنصف عدد كبير من 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 المتضررين يعني في هاد الجانب هذا. شكرا سي محمد، هو موضوع شائك وكيطلب منا يعني غياخذ من الوقت كثير وما غنقدروش نحدوا لانه متشعب. صحيح. فنتمنوا ان رسالتنا تكون وصلت ورسالتكم تكون وصلت. فوصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، على امل ان نتلاقاكم مشاهدينا في لقاء جديد ان شاء الله مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.